يا شيخ بكير. حاضر حاضر حاضر، ادخلي يا بنتي. شمس ازيك يا بنتي؟ الشيخ اشرف حصل له حاجه؟ انطقي يا بنتي، في ايه؟ ما تقلقش يا شيخ بكير، ما فيش حاجه. هو جدي كان عاوزك تقف معاهم، اصل عم خفيف وعم ركان جابوا ميه كتير قوي، وقالوا ان السم هيتشال من البير. السم هيتشال من البير؟ طيب الحمد لله. طيب روحي انت وانا هاجي وراك. روحي. حاضر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا كنت مقدر الحاله اللي انت فيها، واي حد فيكم اي حد فيكم اساء ليا في حاجه انا بسببها، ولو حد فيكم زعلان مني في حاجه اتمنى من الله انه يسامحني. رعد، احنا عايزين نعين حرس حوالين الجزيره عشان اللي حصل لنا قبل كده ما يحصلناش تاني، وزي ما قلت لكم عايزكم تفضلوا تدعوا، محدش ييأس من رحمه ربنا. انت ايه اللي جابك دلوقتي؟ هتكشفنا. الرئيس عرام بيقول لك لازم تخلص على اشهب الليله عشان هو برضه هيخلص الليله، وبعد كده تخلص على الرجاله اياهم عشان الطريق يفضلك. لازم الليله؟ لازم الليله، ده مش كلامي، ده كلام الرئيس داغر. لو مش هتنفذ سيبني انا اعمل كده. لا انا هعمل كل حاجه، امشي انت دلوقتي قبل ما حد ياخد باله. يلا